ماذا يسمى المعهد الحديث باللغة الفرنسية وما أهميته في التواصل بهذه اللغة؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أيها الحضور الكريم. إذا في هذه الحصة من الفرنسية في دقيقة واحدة سوف نتطرق إلى درس جديد لو باسي ريسون، الماضي الحديث، ودور الفعل فينيغ في المضارع متبوع بالمصدر فير فينيغ أو بريزون سويفي دو لانفينيتيف. كمثال: Je viens d'arriver. Nous venons de téléphoner au client. Ils viennent de recevoir un fax. Je viens de m'occuper d'eux. إذا الدور ديال لو باسي ريسون هو التعبير عن ماضي ليس بعيدا ولكن حديثا، نسمي بالفرنسية ريسون لو باسي ريسون، ويعتمد بالأساس على هذا الفعل فونير. إذا يجب علينا أن نصرفه في المضارع: جو فيان، tu viens, il vient, elle vient, nous venons, vous venez, ils viennent, elles viennent. متبوع بحرف la préposition de وكذلك المصدر l'infinitif. Je viens d'arriver. Nous venons de téléphoner au client. Il vient de recevoir un fax. Je viens de m'occuper d'eux. إذن ملاحظة، لو باسي ريسون عنده النقيض ديالو هو لو فيتور بروش، ان في مناسبه قادمه سوف نتعرف على هذا الزمن لو فيتور بروش او ما يسمى بالمستقبل القريب. لو باسي ريسون النقيض ديالو هو لو فيتور بروش، والاعتماد عليه فيرب الي او بريزون بلس لانفينيتيف. أما لو باسي ريسون يعتمد بالأساس على الفيرب فونيغ أو بريزون سويفي دو لانفينيتيف. نكتفي بهذا القدر من المعلومات، وإلى اللقاء في حصة قادمة إن شاء الله.